السلام عليكم. اليوم احنا رح نحكي عن هاي السجادة الكاشانية من القرن 19 موقعة باسم نادر شاه، هو اثناء استلامه العرش. وبتشوفوا موجود 3 اشخاص بيمينه اللي هن اولاده الاثنين وشخص الثالث. الشخص الثالث هو السر بالقصة، لانه احنا حسب ما بنعرف بالتاريخ انه رضا قلي شاه ابنه الكبير هو كان يقعد مكانه ايام ما كان يروح على الحروب، وعلي ميرزا كان مسافر في أوروبا، ولكن لأسباب سياسية ما قدر ولا ولد من أولاده يوصل للحكم، مما جعل عادل شاه الشخص الثالث اللي موجود في الصورة يكون السبب في مقتل نادر شاه واستيلائه على العرش.